السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الرابع. اليوم يا رابع بنكمل معكم حل أسئلة مراجعة الوحدة صفحة 73. احنا المرة الماضية بلشنا وحلينا جزء منهم صفحة 72، اليوم رح نكمل باقي الأسئلة. افتح كتابك يا رابع العلوم صفحة 73 وحل الأسئلة مع الكتاب. السؤال الخامس بحكي لك: أتوقع في الدارة الكهربائية المجاورة مصباحان متماثلان، ما الذي أتوقع حدوثه لإضاءة المصباحين عنده؟ هيا نرسم لك مصباحين. هو هاي مصباح وهي مصباح، ولكل واحد فيهم مفتاح كهربائي بتحكم فيه، وهي عنا بطارية. هلا بحكي لك يا مس، إذا أنا سكرت المفتاح الأول شو بيصير عندي؟ مين بده يضيء المصباح الأول، لأنه تيار كهربائي بس رح يمشي فيهم، ما بصير منقطع، فما رح تصير عملية سريان أو مشي للشحنات الكهربائية أو للتيار الكهربائي. طب بحكي لك لو سكرنا المفتاح الثاني، مين رح يضيء عندي الفرعباخ؟ ممتاز، رح يضيء المصباح الثاني، لأنه أنا سكرت المفتاح اللي عندي المصباح الثاني، فرح التيار يمشي أو يسري في المصباح الثاني، المفتاح من ناحيته مغلق، فرح يعمل على إضاءة المصباح الثاني. طيب فرع جيم بالسؤال الخامس بحكي لك يا رابع، إذا سكرنا المفتاحين، إذا سكرنا المفتاحين بس الواحد شو بيصير؟ بده يصير عندنا إضاءة للمصباحين، المصباحين رح يضيئوا، لأنه يا رابع التيار الكهربائي رح يمشي عندي في الدارة الكهربائية كاملة، لأنها كلياتها موصولة أو مغلقة، دارنا مغلقة، فالتيار الكهربائي رح يمشي عندي في كل الدارة. واضح هذا السؤال يا رابع؟ طيب الآن ننتقل إلى السؤال السادس والأخير. بحكي لك اختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي: ينتج عن حركة الشحنات الكهربائية في الدارة الكهربائية المغلقة، هي غلط، الدارة الكهربائية المغلقة هي عند يا رابع. شو بينتج؟ ماشي؟ شو بينتج عن حركة الشحنات؟ أنا سكرت المفتاح الكهربائي وصارت الشحنات تمشي في الدارة الكهربائية، شو راح ينتج عندي في هاي الدارة الكهربائية يا رابع؟ راح ينتج عندي تيار كهربائي ولا بطارية كهربائية ولا مفتاح كهربائي ولا مصباح كهربائي؟ ممتاز، إذا الإجابة الصحيحة هي فرع ألف تيار كهربائي، راح يضيء عندي المصباح نتيجة نشوء أو تكون تيار كهربائي. الفرع الثاني ركب خالد دارة كهربائية كما في الشكل كي يضيء المصباح يحتاج خالد إلى إضافة مصباح كهربائي آخر ولا بطارية أخرى ولا سلك آخر مفتاح كهربائي. هاي لأنه خالد جاب بس مصباح كهربائي، هيا، وجاب بس سلك ووصله بطرف من البطارية، هاي هاي الدارة الكهربائية تبعت خالد. طب يا رب هلا هذا المصباح الكهربائي رح يضيء عندنا بهاي الحالة؟ لا طبعا يا مس ما رح يضيء. شو اللي بنقص خالد عشان يكمل دارته الكهربائية؟ اللي بنقص خالد يا رابع هو عبارة عن سلك آخر يوصله بين المصباح ومين؟ والبطارية، عشان يصير في عندي مسار مغلق بيمشي فيه التيار الكهربائي ويضيء عندي المصباح. واضح يا مس؟ إذا بحتاج خالد هو عبارة عن سلك آخر حتى تكتمل الدارة الكهربائية تبعته. الفرع الثالث والأخير من السؤال السادس يا رابع، المادة الموصلة للتيار الكهربائي فيما يأتي، معطيك أربع مواد وتعطي المادة الموصلة، هل هي المطاط أم النحاس أم الخشب أم الورق؟ ممتاز، من كل هدول المادة الموصلة هي عندنا النحاس يا رابع، واضح لهون يا مس؟ إذا هاي بقية الأسئلة ما حليناها المرة الماضية، بتقوم بنقل إجاباتك على الكتاب يا رابع، للمرة القادمة إن شاء الله بنبلش معكم بدرس جديد، يعطيكم العافية.